السلام عليكم شلونكم شخباركم يا ربي كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة وياكم إيمان بقناة إيوي لفن الكروشيه رجعت وياكم بباترون جديد باترون اللي هاي المرة راح تكون بالتصميمي شوفوا بنات باترون سهل وبسيط راح اشتغلها وياكم خطوة بخطوة حتى تكون واضحة ومفهومة للجميع شوفوا باترون الفستان جدا غريبة وحلوة وهاي باترون الشعر والوردات على الشعر جدا سهلة وبسيطة إن شاء الله هسه راح أخذلكم لكم القياس مالته وزائد الخيوط والمستلزمات المطلوبة على نشتغل هاي الدمية الجميلة أول شي بنات راح ناخذ القياس مالته حتى نعرف كم سنتي بسم الله من أعلى الرأس نزولا إلى الأقدام ستة وعشرين ساتيم بالضبط شوفوا هاي القياس جدا قياسه حلو ومرتب ستة اه وعشرين وهسه راح اشوفكم الخيوط والمستلزمات البقية المطلوبة اول شي راح نحتاج لسنارتين اوكي سنار رقم اثنين على نشتغل باترون الجسم بالكامل زائد سنار رقم ثلاثة على نشتغل الفستان زائد الشعر اوكي زين اكيد راح نحتاج المقص هاي كلش ضروري نحتاج لقطعة من السيليكون في تثبيت الرأس مع الجسم قطعة صغيرة وبالنسبة للخيوط بنات راح نحتاج للون البشرة اني استخدم ماركة الارا قطن والكود مالتها تسعمية وسبعة نحتاج كمية قليلة ما تاخذ خيط هواية زين وبالنسبة للون الشعر نحتاج خيط لون بني زائد نحتاج كمية جدا قليلة من هاي اللون البني الفاتح علمود قطعة الحذاء تكرمون وراها لقسم الجوراب راح نحتاج لون سكري او كريم وايضا لتقسيمه الصدر وايضا لهاي الوردات الجميلة اوكي ايضا كمية قليلة ما تاخذ هواية وبالنسبة للفستان فاني راح اغير اللون حتى تكون عندي لونين نحتاج للوردات وللفستان فقط تمام وايضا راح نحتاج كرتونات اثنين صغار ناخذها على قياس القدم بعدين اثناء ما نشتغل على مود نثبت هاي الكرتونه على القدم زين وبالنسبه للعيون راح نحتاج عيون سيفتي 8 ملم او 10 ملم ماكو فرق اوكي لكن انا استخدم 10 ملم ونحتاج للزرار او دقمان ونحتاج لهاي الفصوص الصغيرة على مود أخليها على الوردات إذا ما متوفرة مو مشكلة تمام هاي كل الشغلات المطلوبة وأكيد راح نحتاج القطن هسا مباشرة نبتدي بالشغل لا لايك وللبنات اللي ما مشتركين يا ريت تشتركون وتكبرون القناة أول شي بنات راح نشتغل باترون اليد ونجيب خيط لون البشرة ونسوي دائرة سحرية بسم الله تمام؟ سوينا دائرة سحرية وعلى سنان رقم اثنين، اوكي؟ إحنا الجسم بالكامل راح نشتغلها على سنان رقم اثنين. زين، سوينا دائرة سحرية في داخلها راح أشتغل ست غرز حشو. هاي واحد زائد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زائد ستة. ست حشوات في داخل الدائرة السحرية. إسحب الخيط. إلى أن تقفل الاندي الدائرة تماما. قبل ما ننتقل إلى السطر الثاني، نخلي العلامة. زين، في السطر الثاني، على كل غرزة حشو، راح نشتغل غرزتين حشو. لكن بنات، شوية شدوا إيدكم أثناء الشغل، حتى يطلع القياس صغير ومرتب، أوكي؟ يعني لا ترخون إيدكم أثناء الشغل. لا، بالعكس، يعني إيدكم شقد قوية، لكن وراها شوية شدوا إيدكم أكثر، أوكي؟ وهاي التزايد الأخير وكملت السطر الثاني السطر الثاني كانت عبارة عن كل التزايدات وحاليا عدد الغرز 12 غرزة حشو نخلي العلامة ونرتفع سطرين من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص أوكي؟ أني أكمل سطرين وارجع لكم كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة هسه أخلي العلامة ونرجع للتناقصات راح نشتغل واحد زائد اثنين غرزتين حشو فردية وتناقص وراح أكررها إلى نهاية السطر حشوتين زائد تناقص وهاي تناقص كملت البنات وصلت إلى العلامة غرزتين حشو زائد تناقص وحاليا عدد الغرز تسع حشوات فقط زين نخلي العلامة وراها نرتفع خمسطعش سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص واليد تكون فارغة ما بيها قطن اوكي اني ارتفع 15 سطر وارجع لكم كملت بنات 15 سطر من الحشوات الثابتة هسه مكان العلامة نسوي منزلقة تمام وبدون ما نرتفع سلسلة نقص الخيط على مسافة قصيرة لان اليد مربوطة مع الجسم تمام قصيناها وراها اسحب الخيط لداخل الشغل واطلع العلامة واكيد مثل ما قلت لكم اليد ما بيها قطن على هاي الباترون تسوون يد اثنين على نفس الطريقة اخلي اليد على صفحة وهسه بنات راح نبتدي بباترون القدم واول شي راح نجيب خيط لون الحذاء تكرمون ونسوي عقدة البداية بسم الله زين سوينا عقدة البداية من بعد عقدة البداية راح ارتفع خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أوكي خمس سلاسل السلسلة الأخيرة الخامسة راح أتركها ما راح أشتغل بها أدخل سنارتي في السلسلة الثانية أسحب الخيط وأشتغل حشو واحد فقط أوكي السلسلة اللي بعدها أيضا حشو واحد السلسلة اللي بعدها ايضا حشو واحد اشتغلت ثلاث حشوات ورا بعض وصلت الى اخر سلسلة في اخر سلسلة راح اشتغل ثلاث حشوات في نفس المكان هاي واحد زائد اثنين و ثلاث حشوات في نفس المكان هسا راح نشتغل باتجاه الثاني وناخذ هاي الخيط البداية حتى مرة نثبتها وراح نشتغل غرزتين حشو فردية هاي واحد زائد اثنين تمام اشتغلت حشوتين فقط وراها وصلت الى اخر غرزة اللي من البداية مشتغلين حشو راح اضيف عليها تزايد هاي واحد زائد اثنين شوفوا بنات وكملنا السطر حاليا عدد الغرز عشر حشوات فقط وقبل ما ننتقل الى السطر الثاني نخلي العلامة ونروح إلى سطر الثاني في سطر الثاني على أول غرزة راح أشتغل تزايد تمام حشوتين في نفس المكان لكن مثل ما قلت لكم بنات شدوا إيدكم بالشغل حتى بدكم بيها فراغات وقطعة تكون مرتبة وجميلة زين في سطر الثاني على أول غرزة تزايد وراها أشتغل حشوتين فردية هاي واحد غرزة بعدها اثنين اوكي وصلت الى قسم الامامي قسم الامامي راح اشتغل ثلاثة تزايدات ورا بعض ادخل سنارتي اشتغل هاي اول تزايد حزبوها ويايا زائد التزايد الثاني تمام والتزايد الثالث قسم الامامي اشتغلت ثلاث تزايدات ورا بعض وراها راح اشتغل واحد زائد اثنين وثلاثة ثلاث حشوات فردية ما قبل العلامة يتبقى عندي غرزة الغرزة الأخيرة راح أشتغل بها التزايد واحد زائد اثنين في نفس المكان وكملت السطر الثاني السطر الثاني عندي خمسة عشر غرزة حشو نخلي العلامة وننتقل إلى سطر الثالث في سطر الثالث من البداية راح اشتغل حشو واحد فقط اوكي غرزة ثانية راح تكون تزايد حشوتين في نفس المكان اوكي وراها راح اشتغل ثلاث حشوات فردية هاي واحد اثنين وثلاثة ثلاث حشوات فردية وصلت الى قسم الأمامي، في قسم الأمامي راح اشتغل ثلاث تزايدات لكن ما بين كل تزايد غرزة حشو تفصلها اوكي زين اشتغلت ثلاث حشوات مباشرة اشتغل تزايد حزبوها ويايا هاي اول تزايد وراها حشو فردي تمام زائد التزايد الثاني من بعدها حشو فردي والتزايد الثالث تمام اشتغل ثلاث تزايدات ما بيناتهم غرزة حشو تفصلها اوكي زين من بعد اخر تزايد اشتغل اربع غرز حشو هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة اربع حشوات فردية وصلت الى اخر غرزة شوفوا ما قبل العلامة عندي غرزة صح هاي الغرزة راح اشتسوي بها التزايد حشوتين في نفس المكان كمل السطر الثالث حاليا عندي عشرين غرزة حشو خلاص راح نتوقف في التزايد نخلي العلامة ونشتغل سطر ثابت لكن في الحلقات الخلفية اوكي شوفوا في الحلقات الخلفية نشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة كملت بناء سطر ثابت في الحلقات الخلفية هسه شوية اسحب الخيط وأوخر هاي الخيط البداية خيط العلامة هاي أطلعها على مود أجي أثبت هاي الكرتونة في قطعة القدم شوفو اللي اللي من تحت شوفوا هاي الكرتونة الصغيرة اللي قلت لكم بشوية من السيليكون أخليها على القطعة وراها أجي أثبت الكرتون بهاي الشكل. شوفوا بنات بهاي الشكل. نوخر هذولا. نرجع للشغل بسم الله. هسه نخلي العلامة. من بعد ما خلينا العلامة، راح أشتغل سطر ثابت لكن داخل الحلقتين. أوكي؟ عدد الغرز لا يزال 20 غرزة حشو أشتغل هاي السطر إلى أن أصل إلى العلامة وارجع لكم كملت بناء سطر ثابت هسا نخلي العلامة تمام وراها أشتغل ست حشوات فردية حزبوها ويايا هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست حشوات فردية وصلت إلى قسم الأمامي في قسم الأمامي أشتغل أربع تناقصات ورا بعض شوفوا هاي أول تناقص زائد التناقص الثاني تمام شدوا إيدكم تناقص الثالث وتناقص الرابع أربع تناقصات بالقسم قسم الأمامي يتبقى ست غرز حشو الى العلامة اشتغلها فردية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وصلت الى العلامة وحاليا عدد الغرز ستة عشر غرزة حشو في هاي السطر اشتغلنا ست حشوات اربع تناقصات ست حشوات زين نخلي العلامة وراها أشتغل أربع حشوات فردية من البداية هاي واحد زائد اثنين ثلاثة أربعة أربع حشوات فردية في قسم الأمامي وراح أشتغل أربع تناقصات ورا بعض هاي التناقص الأول تمام زائد التناقص الثاني تناقص الثالث زائد تناقص الرابع تمام أربع تناقصات في قسم الأمامي يتبقى أربع حشوات نشتغلها فردية هاي واحد اثنين ثلاثة زائد أربعة تمام وكملت السطر وحاليا عدد الغرز 12 حشو فقط أربع حشوات أربعة تناقصات أربعة حشوات زين أخلي العلامة وأشتغل سطر ثابت سطر واحد فقط هاي آخر غرزة بنات من السطر الثابت لكن ما راح أكملها بنفس اللون أنا بود أدخل لون الجراب تمام أنا بود هاي مالتها أي لون حبيتوا تقدرون تدخلوها على الغرزة أسحب الخيط عليها وراها اجي اربط هاي الخيطين مع بعض بعد ما ربطت الخيوط كل زين خيط اللون الحذاء راح اقصه خلاص ما نحتاج هاي الخيط زين خلينا اللون الكريمي على السنارة صح اخلي العلامة وراها اشتغل خمس حشوات فردية ورا بعض هاي واحد زائد اثنين ثلاثة أربعة وهاي خمسة زين اشتغلت خمس حشوات فردية قسم الأمامي اشتغل اثنين تزايد ورا بعض هاي أول تزايد هزبوها ويايا تمام وثاني تزايد تمام وراها يتبقى خمس حشوات إلى الألامة اشتغلها فردي واحد اثنين ثلاثة أربعة وهاي خمسة تمام وكملت هاي السطر في هاي السطر شنو سوينا ادخل هاي الخيوط حتى ما تزعجني أثناء الشغل في هاي السطر شنو سوينا سوينا خمس حشوات اثنين تزايد بالقسم الأمامي زائد خمس حشوات وحاليا عدد الغرز 14 غرزة حشو تمام زين هسه نخلي العلامه طبعا انا دخلت لقيت العلامه همينه <applause> اوكي نخلي العلامه بعد ما خليت العلامه في الحلقات الخلفيه شوفوا فقط ناخذ الحلقه الخلفيه ونشتغل غرزه حشو عندي 14 غرزه حشو اشتغل سطر ثابت الى نهايه الغرز كبلت بنات سطر ثابت في الحلقات الخلفية هسا شوية أسحب الخيط على بود بهاي المرحلة ضروري نخلي بها قطن خليت بها قطن كلش زين شوفوا إيش قد حلوة ومرتبة هسه نرجع للشغل آخر غرزة راح أفتحها بنات تمام يعني أشتغل الغرزة الحشو في الحلقة الخلفية لكن ما راح أكملها بنفس اللون على مود أدخل لون البشرة لون الجسم اوكي اسحبها على الغرزه بسم الله واجي اربط هاي الخيطين مع بعض بعد ما ربطت الخيط كل زين خيط اللون السكري ما راح اقصه اخليها الى امام الشغل على بود بعدين احتاجه في هاي الكركشه فليش اقص الخيط راح اتركها الى امام الشغل اوكي حاليا دخلنا لون البشره على السناره صح زين أخلي العلامة وراها أرتفع 15 سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص عندي 14 غرزة حشو راح أرتفع عليهم 15 سطر أني أكمل 15 سطر وارجع لكم بإذن الله كملت بنات 15 سطر من الحشوات الثابتة وأيضا خليت بها قطن يعني الفايبر هسه راح نجي نشتغل هاي الكركشة مالتها أوكي شوفوا ادخل سنارتي باي غرزه مو مهم من الحلقات المتبقيه اسحب الخيط وارتفع سلسله اوكي في نفس المكان اشتغل غرزه حشو تمام وراها ارتفع واحد اثنين ثلاثة ثلاث حشوات فردية وفي نفس المكان شوفوا اشتغل غرزة حشو وهاي الشكل مالتها حشو ثلاث سلاسل حشو اترك غرزة وفي الحلقة اللي بعدها اكرر نفس الخطوات حشو واحد اثنين ثلاثة ثلاث سلاسل زائد حشو وهكذا الى ان نوصل الى نهاية السطر كملت بنات وصلت الى نهاية السطر شوفوا اجي على اول حشو اسوي منزلقة تمام وبدون ما ارتفع السلسلة اقص الخيط اقصه شوية على مسافة في سبيل اثبتها داخل القدم شوفوا الشكل مالتها شكد حلوة ومرتبة هسه اخليها على الابرة واخفي هاي الخيط وكملت بنات بباترون القدم اذا كانت هاي اول قدم لكم مكان العلامة سووا مزلقة وتقصون الخيط اما اذا كانت قدم الثاني فما راح تقصون الخيط على مود بهاي الخيط راح نربط القدمين مع بعض ونبتدي بباترون الجسم شوفوا ايش قد حلوه ومرتبه هسه بسم الله ونبتدي نربط القدمين مكان العلامة خلص بعد ما أحسب هاي العلامة أطلعها بنات شوفوا لأن راح نغير مكانها زين راح أشتغل واحد زائد اثنين ثلاثة رجع الكهرباء الله لك الحمد أربعة خمسة ستة أشتغل بعد واحد سبعة شوفوا بنات هاي الحشوات اشتغلت مجرد أن أوصل لوسط القدم بدون حساب تقدرون مجرد ما توصلن لوسط القدم خلاص تتوقفون زين وراها ارتفع أربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة أوكي وأجيب القدم الأول اللي مسوينها وقصين الخيط لكن اتأكدوا تكون على شكلها الصحيح وراها شوفوا هيك يسوي بالقطعة الغرزة الرأسة تجي مقابلكم من الوسط تمام أسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو ربطنا القدمين بأربع سلاسل زين على كل قدم عندنا أربعة عشر فراح أشتغل أربعة عشر غرزة حشو الحشو اللي سويته أقول واحد زائد اثنين وثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر عشر و14 زين على القدم الاول اشتغلت 14 غرزه حشو وصلت الى السلاسل بالقسم الامامي عندي اربع سلاسل راح اشتغل عليهم اربع غرز حشو هاي اول حشو على السلسله زائد اثنين ثلاثه واربعه تمام، اشتغلت أربع غرز حشو على السلاسل. هسة مباشرة أدخل سنارتي في القدم الثاني وأيضا اشتغل عشر غرزة حشو. هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. ادى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر واربعة عشر اشتغلت اربعة عشر غرزة حشو على قدم الثاني وصلت الى السلاسل من الظهر راح اشتغل عليهم ايضا اربع حشو واحد اثنين الحشو الثالث هاي كلها على السلاسل والحشو الرابع وكملنا بنات ربطنا القدمين باربع سلاسل على كل قدم كان عندي اربعة على اربعة صح؟ واربع حشوات من الظهر زائد أربع حشوات من القسم الامامي على السلاسل يعني حاليا عدد الغرز ستة وثلاثين غرزة حشو زين هنا راح نخلي العلامة خليت العلامة وراها راح اشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع حشوات فردية شوفوا بدون حساب هم يصير مجرد ما نوصل إلى الزاوية راح أسوي تزايد وحزبوها ويايا هاي أول تزايد وراها أشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعه خمسه سته وهاي سبعه زائد ثمانيه ثمان حشوات فرديه وتزايد في الوسط تكون تزايد تمام شوفوا في الزاويه تزايد وفي الوسط البطن هاي تزايد الثاني وراها اشتغل حشوات ثابته في الزاويه اشتغل تزايد الثالث وصلت إلى الزاوية شوفوا هنا أنا أشتغل تزايد الثالث تمام وراها أشتغل حشوات ثابتة في وسط الظهر راح أشتغل التزايد الرابع شوفوا بنات وصلت لوسط الظهر أشتغل التزايد الرابع وراها بقية الحشوات أشتغلها ثابتة تمام في هاي السطر شنو سوينا؟ سوينا أربع تزايدات اثنين في الأطراف واحد من قسم الأمامي والثاني من الظهر وحاليا عدد الغرز صارت أربعين غرزة حشو تمام؟ زين راح نتوقف في التزايد نخلي العلامة ونشتغل ست سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص أنا أكمل ست سطور وارجع لكم بإذن الله كملت بنات ست سطور من الحشوات الثابتة هسا أخلي العلامة وفي هاي السطر راح نسوي أربع تناقصات اثنين في الأطراف واحد من الظهر واحد من قسم الأمامي تمام بدون حساب راح نشتغل الحشوات الثابتة مالتنا إلى أن نوصل إلى الزاوية راح نسوي بهم تناقص شوفوا بنات وصلت إلى الزاوية هنا أنا راح أشتغل تناقص وحزبوها ويايا هاي أول تناقص وراها حشوة ثابتة إلى أن أوصل لوسط البطن شوفوا بنات وصلت إلى الوسط هنا أنا أسوي التناقص الثاني وراها أشتغل حشوة ثابتة إلى أن أوصل للزاوية الثانية وصلت إلى الزاوية شوفوا في الزاوية أسوي التناقص الثالث تمام وأيضا حشوة ثابتة لوسط الظهر تكون التناقص الرابع شوفوا بنات وصلت لوسط الظهر يكون التناقص الرابع وراها يبقى لي حشو اشتغلها فردية في هاي السطر شنو سوينا سوينا أربع تناقصات اثنين في الزوايا واحد من الظهر واحد من الامام من البطن وحاليا عدد الغرز رجعت الى سته وثلاثين غرزه حشو صح؟ زين اخلي العلامه وراها اشتغل واحد اثنين ثلاثه اربعه اربع حشوات فرديه زائد تناقص تمام راح اكررها الى نهايه السطر اربع حشوات زائد تناقص كملت بنات أربع حشوات زائد تناقص وحاليا عدد الغرز ثلاثين غرزة حشو نخلي العلامة ونشتغل تسع أسطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص عدد الغرز ثلاثين حشو راح نشتغل تسع أسطور حشوات ثابتة أنا أكملها وارجع لكم بإذن الله كملت بنات تسع سطور من الحشوات الثابتة هسه نخلي العلامة وراها اشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة زائد ستة اشتغلت ست غرز حشو في سبيل شوفوا اذا هيجي تطبقون القطعة يتبقى غرزة صح زين هنا راح اجيب اليد الاول ونربط اليد اليد راح نربطها مع الجسم بثلاث غرز حشو اوكي اتأكدوا بنات هنا لا غرزة الجسم مع اليد هاي اول غرزة زائد ثاني غرزة حشو و ثالث حشو تمام ربطنا اليد بثلاث حشوات فقط زين بالقسم الامامي اشتغل 12 حشو ورا بعض ثابت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عش زائد اثنا عشر قسم الأمامي اشتغلت اثنا عشر غرزة حشو شوفوا إذا تطبقون القطعة يتبقى غرزة صح؟ هسة راح نجي نربط اليد الثانية أيضا ثلاث غرز حشو راح نربطهم هاي أول حشو اليد مع جسم تمام زائد الحشوة الثانية والحشو الثالث تمام وربطنا اليد والغرزات المتبقية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زائد ستة وصلت إلى العلامة تمام؟ قبل ما ننتقل إلى السطر اللي بعدها لازم نشوف اليد على مكانها الصحيح لو لا تمام؟ بدنا نتأكد زين ربطنا اليد ثلاث غرز حشو على ثلاث حشوات تمام؟ حاليا عدد الغرز ستة وثلاثين غرزة حشو اوكي؟ زين أخلي العلامة وأشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اشتغلت ست غرز حشو على الجسم مباشرة انتقل لباترون اليد شوفوا لليد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على اليد أدي ست حشوات وراها مباشرة أنزل للجسم وهكذا إلى نهاية السطر حشوات ثابتة كملت بناء سطر ثابت هسا نخلي العلامة ونرجع للتناقصات راح أشتغل واحد زائد اثنين ثلاثة أربعة أربع حشوات فردية وتناقص تمام راح أكررها إلى نهاية السطر بأربع حشوات زائد تناقص قبلت بنات أربع حشوات زائد تناقص وحاليا عدد الغرز رجعت إلى ثلاثين غرزة حشو زين أسحب الخيط شوية في هاي المرحلة ضروري أخلي بيها قطن خليت بيها قطن كلش زين شوفوا شكد حلوة وهاي تقسيمة الخصر طلعت جدا مرتبة هسا نرجع للشغل بسم الله ونخلي العلامة وراها نشتغل واحد اثنين ثلاثة ثلاث حشوات فردية وتناقص راح اكررها الى نهاية السطر ثلاث حشوات زائد تناقص كملت بنات ثلاث حشوات زائد تناقص وحاليا عدد الغرز 24 غرزة حشو نخلي العلامة وراها راح نشتغل واحد زائد اثنين حشوتين فردية وتناقص راح أكررها إلى نهاية السطر حشوتين زائد تناقص كملت بنات غرزتين حشو زائد تناقص وحاليا عدد الغرز 18 غرزة حشو وأيضا خليت بها قطن يعني الفايبر زين نخلي العلامة وراها نشتغل حشو واحد فقط زائد تناقص تمام اكررها الى نهاية السطر حشو زائد تناقص كبلت بنات حشو زائد تناقص وحاليا عدد الغرز 12 حشو فقط اخلي العلامة وارتفع ثلاث سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص أنا أكمل ثلاث سطور وأرجع لكم. كملت بنات ثلاث سطور من الحشوات الثابتة هسه اسوي منزلقة وبدون ما ارتفع سلسلة راح اقص الخيط شوية على مسافة طويلة في سبيل اخيط الرأس بها وكبلت بنات وصلت الى نهاية الفيديو اشتغلنا اليد الاقدام الجسم يعني في هاي الفيديو اشتغل الشغل ممتاز الله لك الحمد فهسه الخيط اللي خليناها للخياطة راح اخليها على اليد بهاي الطريقة تمام وانتظروني في جزء الثاني نشتغل باترون الرأس وباقي الشغلات أحبكم كل هواية إذا أعجبكم الباترون والشرح لا تقصرون وياي بلايك كومنت الله يسعدكم يا رب ومع السلامة